بطلان عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. ما الأدلة على بطلان عبادة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أدلة كثيرة. وصرح النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يغني عن أحد شيئا، لا قليل ولا كثير. نعم، وقال لأقرب الناس إليه لفاطمة رضي الله عنها، قال سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا، لا قليل ولا كثير. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم في أحد شج، يعني جرح عليه الصلاة والسلام في وجهه، وكسرت رباعيات الأسنان التي يأتي منها أربعة. ونعم، ما استطاع أن يدفع عن نفسه أدنى أذية، فكيف يدفع عن غيره؟ وإذا بطلت عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، إذن غير باب أولى.